وينضم معنا من إسطنبول للحديث عن انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين والمطالبات بالإعادة بعضوية الكيان في الأمم المتحدة. ينضم معنا صلاح الدين العواودة المختص في الشأن الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. حياك الله. بداية، اعتقال سلطات الاحتلال أكثر من 2330 فلسطينيا خلال النصف الأول من العام 2020، ماذا تعني هذه الحصيلة؟ هذه الحصيلة أولا هي استمرار لسياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني للقمع والبطش والتضييق على الفلسطينيين في عيشهم من جهة، من جهة أخرى جاءت هناك خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والتي ترجمها نتنياهو على الأرض من خلال قرارات لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الصهيوني، وتحسبا لثورة أو غليان شعبي فلسطيني بناء على هذه الممارسات وهذه الإجراءات، بالإضافة إلى كثير من ممارسات الاحتلال. يقوم الاحتلال بتكثيف حملات الاعتقال، وقد شهدنا في الأسبوع الأخير اعتقال نوعي أيضا من خلال اعتقال قيادات وازنة من قيادات الشعب الفلسطيني خصوصا في منطقة رام الله، بعد أن شهدت الأراضي الفلسطينية نوع من التقارب بين حركتي فتح وحماس. طيب، يعني من بين هؤلاء المعتقلين هنالك أطفال ونساء، يعني 304 أطفال و70 امرأة، لما هذا الاستهداف المستمر للأطفال والنساء؟ هو الاحتلال يستهدف جميع شرائح الشعب الفلسطيني ولا يستثني أحد، وبالنسبة له الاعتقالات الممنهجة للشعب الفلسطيني للأطفال وللنساء وعموم الاعتقالات هي تساهم من وجهة نظر إسرائيلية في كي الوعي الفلسطيني، في ردع الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم، عن الانتفاض، عن الثورة. وهذه الممارسات يمارسها منذ بدء الاحتلال وليس من اليوم، ولكن كما أسلفت بأنه بسبب خطة ترامب وخطة الضم هناك تخوف من اندلاع انتفاضة جديدة، فيتم يزيد من وتيرة الاعتقالات للتأثير على الرأي العام الفلسطيني، وربما أيضا استغلالا لوضع الكورونا، ويستشعر الاحتلال بأن الجمهور الفلسطيني يعيش ارتباك بسبب أزمة الكورونا، فربما يساهم في لفت أنظار الشعب الفلسطيني عن خطة الضم. وخطوة الردع بالتالي التي يقوم بها من خلال الاعتقالات ستكون في هذا الاتجاه. طيب أستاذ صلاح، أنت قلت أن الغاية من هذه الاعتقالات هي كي الثورة وردع الفلسطينيين، هل تعتقد أنها ستستطيع، أن إدارة الكيان الصهيوني أو الاحتلال الصهيوني سيستطيع من تحقيق هذه الغاية؟ هو لا شك أن في السنوات الماضية هذه السياسات فشلت، يعني على مدار الصراع والاحتلال يعتقل ويكثف اعتقالاته ولم يستثني أحد من الشعب الفلسطيني، وظل الشعب الفلسطيني ثائرا مطالبا بحقوقه، ولكن الاحتلال في تعامله مع القضية الفلسطينية في تعاطيه لا يتعامل مع مسلمات، رغم أن هناك دراسات إسرائيلية أثبتت بأن هذه السياسات للقمع لم تجدي، فمثلا هدم البيوت لم يثبت جدارته بمنع الناس عن مقاومة الاحتلال، اعتقال الناس اعتقالات إدارية، اعتقالات بدون محاكمة، لم يردع الناس عن ممارسة دورهم في مقاومة الاحتلال، الإبعاد لم تحول بين المبعدين ومقاومة الاحتلال ولم تردع الآخرين عن مقاومة الاحتلال، ولكن الاحتلال يصر على استخدام هذه الممارسة، استخدام هذه المناهج في التعامل مع الفلسطينيين، مراهنة منه على أنها ستنتج أو ستثمر وستؤدي له نفعا في مواجهة الشعب الفلسطيني، لإخضاع الشعب الفلسطيني
كي وعي الشعب الفلسطيني. طيب كما في ظل هذه الانتهاكات الممنهجة للكيان الصهيوني، إلى أي مدى أصبح لزاما المضي في إجراءات إعادة النظر بعضويته في الأمم المتحدة، وما هي نسبة نجاح المطالبين بذلك؟ هي لا شك هذه خطوة تعتبر في إطار الجهود الدبلوماسية ضد الاحتلال، وهي خطوة ذات قيمة، على الأقل ذات قيمة معنوية، فليس من السهل أن تتخذ قرارات في الأمم المتحدة ضد الاحتلال الصهيوني، ولكن مجرد طرح أي قضية تتعلق بالاحتلال في الأمم المتحدة هو إنجاز فلسطيني، وهي خطوة ذات قيمة معنوية وقانونية. هذا المجرم، هذا الاحتلال مجرم، ويجب أن تبقى دائما ملفاته على رأس سلم الملفات في مجالس حقوق الإنسان، في المؤسسات الدولية، في المحكمة الدولية، في كل مكان يجب أن يبقى ملف الاحتلال قائما، ملف الأسرى وملف الاستيطان وملف الجرحى وملف الشهداء، كل ملف اللاجئين، كل الملفات الفلسطينية والقدس والتهويد المقدسات، كل إجراءات الاحتلال يجب أن تبقى دائما على الأجندة الدولية القانونية والحقوقية وغيرها. المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين عواودة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.